كل بشرة بيكون ليها بعض العيوب. البشرة أكيد الدهنية عيوبها غير البشرة الجافة، غير البشرة المختلطة، وأي كان. ويعني مش هنقول إن البشرة الحساسة ده نوع من أنواع، لكن ممكن تكون أي واحدة منهم بشرة حساسة. لكن خلينا نعرف إيه هي عيوب البشرة عامة. عيوب البشرة مثلا البشرة الدهنية بتبقى ديت أكتر بشرة قابلة إن هي بتعمل حبوب، بيبقى فيها مسام واسعة، بيبقى فيها بثور سودة وبثور بيضة. بنستعمل لها بقى مادة الساليسليك أسيد، ده علاج سحري وفعال للبشرة الدهنية. أي منتج للبشرة الدهنية تلاقي فيه ساليسليك أسيد. ساليسليك أسيد ده علاج سحري وفعال. يعني المادة دي ممكن تبقى في الغسول، في المرطب، في واقي الشمس، في أي حاجة. يعني أنا لو بشرتي دهنية أدور على منتج يكون فيه ساليسليك أسيد. صح كده؟ تمام. في عيوب تانية في البشرة مثلا زي الهالات السوداء. الأول بنبحث عن الأسباب. بقول للمريض مثلا يعمل لي سي بي سي، صورة دم كاملة، أشوف الهيموجلوبين بتاعه. مفروض بيبقى من 12 ل 16، لو لقيته أقل من 12 بيبقى عنده أنيميا. الأنيميا بتعمل هالات سودة. أقول له خد كورس حديد 3 شهور. في عوامل تانية برضو للهالات، يعني مش أول ما الاقي في تصبغات سودة تحت العين على طول أجري أدور على كريم مثلا أو أي منتج لتفتيح الهالات السودة اللي تحت العين، لكن مهم نعمل التحاليل. السبب الأول، لأني زي ما حضرتك هتكملي لنا أكيد في أسباب تانية برضو. تمام. في عوامل وراثية، في زيادة في الوزن، تراكم السمنة تحت العين بتعمل انتفاخ. في سوء تغذية برضو ده بيعمل هالات سودة. التدخين، التوتر، السهر. في وراثة كمان يا دكتور تقريبا. وان احنا برضو نقعد وقت كتير قدام الموبايل والكمبيوتر. فبديله كورس حديد ومعاه كمان كريم للعين. الكريم دوت بيبقى فيه كافيين، لان الكافيين بيزود البلاد سبلاي للشعيرات بتاعه العين، وخلاصه الاسوس حلو جدا في التفتيح. هي دي الطرق الحديثه، ولا في طرق حديثه دلوقتي في الايام دي او يعني من شويه طلعت فكره ان هي تعالج عيوب البشره؟ يمكن احنا قلنا بس من العيوب الهالات السوداء و البشرة الدهنية. والبشرة الدهنية ايه الطرق الحديثة بقى؟ السيروم بتاع اللي هو الكريم العين، في براندات كتيرة مدخلة الكافيين وخلاصة العرقسوس، دي أحدث حاجة للتفتيح، والألفا أربيتين والريتينول. طب الماسكات اللي هي بيكون أساسا من الكافيين، ساعات بنسمع عن ماسك بالقهوة، ماسك بالشاي الأخضر، أيا كان في كافيين، دي بتبقى برضو مفيدة ولا يفضل الكريمات بتبقى مكثفة وبتكون فعاليتها أكتر؟ هي الكريمات دي على الرغم إن هي بتبقى غالية، بس بيبقى تركيز المادة الفعالة فيها أعلى من إن أنا لو عملت وصفة في البيت طبيعية. أعلى. بس أوقات بيبقى عندها تحسس خاصة في منطقة العين من مادة الكافيين، فممكن يبدلوه بإيه؟ بصي، هو نسبة الكافيين في المستحضرات مثلا اللي احنا بنعملها للشعر بتركيز من 1 ل 2%، لكن احنا عارفين عشان المنطقة بتاعت حول العين الجلد بتاعها رقيق، فاحنا بنعمل التركيز 0.5%، فده هيناسب مع المنطقة مع جميع أنواع البشرات. يعني في ناس بتجرب ان هي يعني تحط منه تلاقي مثلا الجفن بقى منتفخ شويه، كان العين مورمه شويه، دول يبعدوا خالص عن دي بالتجربه هنعرفها لو حد عنده تحسس بيبعد عن الحاجه اللي عملت له تحسس.